في الآية الكريمة في سورة في قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما المراد بهذا الإسراء؟ وهل هو بالروح والجسد معا أم بالروح؟ الإسراء هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي أسرى به، سبحان الذي أسرى بعبده، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سرى هو، وإنما أسرى الله به من المسجد الحرام، يعني من مكة داخل الحرم إلى المسجد الأقصى الذي في فلسطين الذي باركنا حوله، أنزل الله حوله البركة في أرض الشام. والإسراء حق، وهو بالروح وبالجسد، أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسد، ولم يقل أسرى بروحه، ولم يكن هذه الإسراء لم يكن هذا الإسراء مناما، وإنما هو في اليقظة ومعه جبريل عليه السلام وراكب على البراق، فهو من آيات الله ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والحكمة لنريه من آياتنا، الله عرج به إلى السماء وشاهد من آيات الله العجيبة ما ذكره صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. تخصيص يوم 27 من رجب فضيلة الشيخ والاحتفال بهذا اليوم يوم الإسراء والمعراج، هل ورد فيه شيء من السنة؟ ما زال التحذير من الابتداع في شهر رجب من أوله إلى آخره، ما في شيء ثابت يخصه دون الشهور، ولم يثبت أن الإسراء والمعراج في رجب، وحتى لو ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل به ولا شرع لأمته أن تحتفل به، وإنما نؤمن به ونحمد الله عليه، وهو نعمة من الله على هذه الأمة، ولكن لا يحدث فيه شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالحذر من البدع في شهر رجب وفي غيره. نعم. أحسن الله إليكم.